يا اخوان السلام عليكم. اليوم غندوي لكم ان شاء الله على كيفاش غادي نديروا باش نسوقوا فواتير اوتوماتيك. دونك هذه شي حاجه بالنسبه للناس اللي كيسوقوهم كتمشي حاجه سهله، كتلوح الدكه تعفط وسالينا. نفسر لكم شويه كيفاش تخدموا هذه الترانسميسيون هادو. بالنسبه للترانسميسيون مانيوال يا اخوان، عندك لو فيت فيتاس ملي كدوز لو شيفت كيمشي حتى لا ترانسميسيون وكيحول بين الجير، يعني بين البروميير والدوزيام كاين لي سانكرو. دابا نحل بوطا فيتاس ونوريكم عليهم. بالنسبه لي فواتير اوتوماتيك الاخوان، عندك لو فيت فيتاس بحال هكا، يعني عندك لي فيتاس بحال هكا. كاين بزاف ديال لي موديل، مي تقريبا كاين باركينغ يا بارك. هاد البارك هادي في لا ترانسميسيون كاين واحد لوك لي تي كيما كدير بارك يخرج واحد لوك، يعني كيبلوكي لا ترانسميسيون باش ما بقاش الدور، يعني باش ما تدور، يعني ما تدور لا للقدام لا للور. وداكشي علاش الناس ديال ترانسميسيون ما كيستعملوش فران المال، انا كنستعملو باش ما يتوسخش، باش ما يلصقش. بون بالنسبه للوقفه الاخوان اللي كتوقف كتكون في باركينغ، بالنسبه للباركينغ هذه هي بحال لوك، يعني كتفراني كلشي كتحبس كلشي. ملي كتبان لكم الاغ هي الغوكيلو، ملي كدير الاغ راه كتبان لك في طابلو البور حتى هي كدير الغوكيلو، يعني غوكيلي يعني رجع اللور. ملي كتكون في النوتر، النوتر هي بحال الباركينغ مي بحال تي بامور. الا بغيتي تدفعها كتخليها في النوتر باش تدفعها، يعني كتجيك يعني سهله، تقدر ديرها في الدو تدفعها ولا في الاغ وتدفعها. هاد لي ترانسميسيون كيخدمو بلا بريسيون د لويل، و الا كان الموتور طافي دونك لا بريسيون ما كايناش، يعني ما غاديش تحرك لك الطون، يعني ما غاديش يشد والو. باركينغ كان واحد اللوك تيدير الرق، كيبلوكي لنا لا سورتي ديال الترانسميسيون باش ما تدورش. بالنسبه للغوكيلون باش نرجعو للور، الاغ الان باش نوتر باش ندفعوها ولا نديماريوها في بلاصه واقفه ولا سميتو. وعاد كاين بالنسبه لنا هذا كاين درايف هو اللي مهم عندنا حنايا، درايف هو اللي كان يعني كدير درايف. وبالنسبه للترانسميسيون اللي فيهم يعني اللي جداد شويه كتبين لك درايف واحد، يعني الفيتاس الاول، وكي تزيد بها تقدر سميتو. ما كنديرو لو غوكيلو، حيد رجليك على الفران، حيد فران امان، كتكسري شويه راه كترجع لينا عادي. وملي ملي كتسميتو، نصيحه الاخوان على الاوتوماتيك، ما عمرك تبدل الفيتاس الا ما الطوموبيل واقفه كومبليتوم، حيت ملي كتبدل الفيتاس وهي ماقا غاديه اللور وكتدير قدام، هذا كيطحن لك الكلوتش وكيطحن البيني دامبوت، يعني واحد اللاربي، واحد الشافت كيطحن، سينو بعد الاخر كيتهرس من النص، يعني كيتقسم بوحدو. دونك كتلعب في درايف وكتكسيري، هي راه غادي تكسيري يعني، وغادي تشيفتي راسها، يعني غادي تبدل الفيتاس من الواحد للثاني راسها. بالنسبه للاخوان اللي عندهم ديك واحد جوج ثلاثة أربعة تحت هنايا، هادوك إلا كنتي في الطلعة ولا في العقبة، يعني كدير داك الدرايف، كدير يعني داك واحد جوج ثلاثة أربعة باش يعني الطوموبيل عندك تقدر أنك تبلوكي بحال اللي قلتي فرانا موتور. بالنسبة للناس اللي عندهم لي دوبلون بغياج ولي ترانسميسيون سي في تي جداد سميتو، كتحازو الجن، يعني عندك تبدل الفيتاس من لوفي د فيتاس، يعني ملي كنتحازو شوف ملي كتشعلو البولات ملي كنرجعو كيطفو، يعني هذا تقدر تزيد بين، يعني كتبان لك زائد وناقص، هذا باش تزيد الفيتاس للفوق، هذا باش تهبط الفيتاس للفوق. لي ميتسوبيشي الاخوان دايرينو بالمقلب، حيت ملي كتكون مكسيري كتحط يعني صعيب باش تدفع الفيتاس للقدام، يعني كتولي كتجبد جهتك، انت ديجا متكي في الكوسه كتجبد جهتك. وكاينين عاوتاني اللي عندهم لي باد شيفت، هاد لي باد هادو، يعني هاد يعني باش تنقص، هاد باش تزيد، هاد راه معروف في الطوموبيلات لي سبور، يعني كتقدر تشيفتي راسك، يعني تبدل الفيتاس اللي بغيتي وقت ما بغيتي. و تالت حاجه الاخوان، يعني الترانسميسيون هادو احسن حاجه هي انك تخليها سميتو، تخليها في درايف، هي كتقوم بالواجب ديالها راسها، يعني ما تحتاج لا تشيفتي لا ما تشيفتي لا والو. بالنسبه للدراري اللي عندهم طوموبيلات ولا تحت شي وحده شويه سبور، يعني طوموبيل مجهده شويه سبور، بالنسبه لهذا بالنسبه لي توين كلوتش، يعني كاين لو مود نورمال وكاين لو مود سبور، كاين نورمال كاين سبور، كاين لو مود سوبر سبور هذاك ديال لا دراغ، دونك هذاك ما كنستعملوش، يعني كاين نورمال وسبور. ملي كدير سبور الاخوان راه كتشيفت يعني عالي، كتشيفت بين 3000 تور حتى 5000 تور، وفي المود نورمال راه بين 2000 و 1500 تور حتى 2500 تور، كدير الشيفت من الجيب باش تصل الايسانس وسميتو. وبالنسبه ليا انا هذا الاخوان عندي واحد البوطون اخر ديال ال ويل درايف، يعني هذا نقدر نتحكموا فيه حق عاد الطوموبيلات هادو خارجين، بالنسبه لنا خارجين على الكورس، يعني باش تجريو ماشي ديال زعما تمشي بهم بشويه. دونك هذا نقدر نبدلو الاخوان، نقدر نبدلو لو مود كونديت ديالنا، يعني كنقدر نمشيو للطاماك ولا غرافيل ولا سناو، يعني الا كانت الثلج كندير مود سناو، الا كانت الارض ناشفه كندير طاماك، الا كانت خارجه يعني
خرج على خارج على الطريق اللي هي فيها قدرون يعني خرجت للبيست ولا سميتو كدير له موطاع معاك. هاد لي مود هذا الاخوان غادي ندير لكم عليهم فيديو باش نفسر لكم كيفاش تخدموا حيت كاع لي فواتور فيهم تقريبا لا ميم شوز يعني واخا تلقى بزاف ديال لي زوبسيون هذا كيلعبها شحال ديال الدفع القدام وشحال ديال الدفع اللور يعني شحال يعني شحال البورسنتاج 50% اللور 50% اللور القدام ولا 70% اللور 30% القدام ولا يعني يعني هذا يعني يعني حاجه سهله باينه يعني انك ملي كتطلع الطوموبيل ديما على سميتو اين مود كاينه. بالنسبه لي انا كان هنا في كندا عندنا مود طعماك اللي هي الاسفلت ومود سناو يعني مود ديال الثلج هو اللي ديال هو اللي ديال يعني الجنه. اما الباقي الاخر دي ديطاي يعني ما تخافوا من اي طوموبيل كما كانت راه بحال ما كايدايرين كان سبور غتلقى فيه بحال هاد لي مود هادو وغتلقى دي مود في لي فواتور اللي فيهم بحال لي ماستانغ ولا سميتو فيهم لو مود ديال ديال لو مود ديال ديال ان كار 2000 كلشي عندك في طابلو دبور يعني قبل 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 بوطون تقدر تمشي تقلب انه اش من مود اللي يخدم لك نتايا يعني باغي دير الرايسينغ يعني هو كيطلع على بريسيون ديال لي كلوتش. نصيحه للاخوان اللي عندهم توين كلوتش الاخوان كي تكون باغي تعفط على طوموبيلتك طلع المود سبور ما تخليهاش في المود نورمال حيت لو مود نورمال اش كيدير لا بريسيون ديال الزيت في لا ترانسميسي كتكون باس او لي كلوتش كيغليسي يعني كتكون لا فريكسيون يعني كيكون سليب يعني كي كتشوف ملي كتكسر على بجوج صحاب جي تي وسميتو راه عارفين هادي كتكسر كتحس بها يعني انه عندك الجليسمون ديال لي كلوتش كدير في المود سبور كي اوغمونتي لا بريسيون ديال الزيت. وها علاش تنقول لكم خاصك اون بروغراماسيون ملي كتكون تطلع على بويسون ديال الطوموبيل ديالك باش انه مول لا بروغراماسيون مول تيونينغ غادي يمشي يهز لك لا بريسيون ديال الزيت في لا ترانسميسيون باش ما يبقاوش يعني ايغليسيو عندك لي كلوتش اللي في لا ترانسميسيون حيت لي ترانسميسيون اوتوماتيك حيت كاين النص فيه لي كلوتش النص الاخر فيه لي غير مانيوال و 100% اوتوماتيك سي في تي فيها كرواق وفيها صمطه يعني يا كروا يا صمطه يا سلسله. وبالنسبه لي فواتور اوتوماتيك نورمال راه فيهم دي كلوتش الاخوان فيهم بحال لي زومبرياج بزاف لانهم كيلصقوا مع مع سميتو مع لا بريسيون ديال الزيت. عندي وحده ان شاء الله غادي نفرتكها معكم وغادي نفهم لكم كيفاش كيخدموا هاد لي كلوتش هادو ملي كتكون غادي في الطوموبيل تفهم كيفاش كتكون غاديه. علاش نقول لكم الصباح زيد بها بشويه حتى تسخن حيت لا تمبيراتور ديال الزيت في لا ترانسميسيون وفي الموتور خاصهم يسخنوا باش غادي يعطيو لو روندمون ديال لو روندمون افيكاس ديال لا ترانسميسيون. سينو الا كنت كديمر وكتعفط راه كاينه لا فريكسيون مع الزيت بارده كتكون كدير داك لا فريكسيون هي داك الحكام كيتحكوا وكيتكلوا دغيا داكشي اللي كتقام عليك تقريبا 700 دولار حتى 1000 دولار باش تبدل لي كلوتش. دونك احسن حاجه الاخوان الصباح ديماري سير بشويه تتسخن الزيت كيتسخن الزيت عفط. يلا الاخوان طلعوا لي فرصكم وان شاء الله بحال ما انا كيعجبوني بحال الاسئله هادو حيت كي يعني كيقيدوك في الناس اشنو خاصهم يعني كيقيدوني انا بالنسبه باش نعرف الناس اشنو 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 هو اللي خاصهمكم معلومات باش كنمشي نديرهم بالخف بلا ما بلا ما نبقاو ندورو يعني في سميتو. يعني الاخوان الله يسر لكم كان طرحوا سؤال في الصفحه راه باغي نديرو فيديو حداه ولا كنشوف الاسئله اللي كيجوني في الباج ديال لي فيزيتور ديالكم نتوما كناخذ شي اسئله وكنديرو بهم دي فيديو باش كلشي يستافد وكلشي ولا زاز. يلا الاخوان تهلاو ليا فرصكم نهاركم مبروك وديما زاز والعز الله الباج كتعجبني وكلشي بخير وزاز.